بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائلة أصيل تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نسأل الله الصبر على قدره، عن معاصيه، على طاعته، وما الأجر المترتب على الصبر مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط والنياحة وغير ذلك عند المصائب، والرضا بقضاء الله وقدره. الله جل وعلا أمر بالصبر عند المصائب وأمر بالشكر عند النعم، فالدين نصف صبر ونصف شكر، الصبر على الضراء والشكر عند السراء. وأجر الصابر ما قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فمن لا صبر له لا يكون عنده دين. ولذلك أمر الله بالصبر في آيات كثيرة تزيد على 70 موضع القرآن الكريم لأهمية الصبر: الصبر عند المصائب، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي الشهوات، الصبر عند القيام بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، صبر عند الدعوة إلى الله عز وجل. فالصبر يحتاجه المسلم في كل موطن من مواطن دينه، ولا يستغني عن الصبر أبدا. ولا تهون المصائب والمشاكل وتنحل المصائب ولا تنحل الشدائد إلا بالصبر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أبو عوف يقول: فضيلة الشيخ، أبي لا يخرج زكاة ماله مع عدم إنكاره لركني الزكاة، معللا ذلك بقوله: إن زكاة مالي أنفقها على عيالي وأبنائي وأبني أيضا لهم مستقبلا، ما حكم هذه الحالة وما نصيحتكم لأبنائه الذين يتعيشون من ماله؟ هذا جاهل الذي يقول زكاتي أنفقها على أولادي. لا يحل إنفاق الزكاة على الأولاد ولا على الآباء ولا أجداد. لا تحل زكاة المرء لأصوله ولا لفروعه، لأنهم إذا احتاجوا يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. فأنتم بلغوه هذا الأمر، لأنه ربما يكون جاهلا، فبلغوه أن هذا أمر لا يجوز، وأنه لا بد من إخراج الزكاة، وأنها لا تجزي إلى أولاده، بل تصرف فيما أمر الله بصرفها فيه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فهي دين باق في ذمته، فعليه أن يخرجه عن جميع السنوات التي مرت ولم يزكي فيها. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: هل وضع بعض قصات الشعر بالنسبة للمرأة بدون قزع وبدون نية للتشبه بالكافرين محرم؟ نعم، لا يجوز للمرأة أن تقص شعرها، خصوصا إذا جعلته على شكل قص الكافرات. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك إذا جعلته على شكل رأس الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ولا تقصه إلا إذا تأذت به من طوله وعدم قدرتها على إصلاحه، وهي لا ترجو نكاحا ككبيرة السن، فلا بأس أن تخففه. أما من ليست كذلك فإنها مأمورة بالمحافظة على شعرها والتجمل به
وإصلاحه فإنه زينتها وجمالها، ولا يحملها النظر إلى النساء المتساهلات أو الجاهلات، أو النظر إلى النساء المتشبهات بنساء الكفار. ومن باب أولى لا يجوز لها أن تتشبه بنساء الكفار التي يظهرن في الشاشات. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الخطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، عند ذهابنا للعمرة أو الحج نلبي جماعية، يقودنا واحد يردد التلبية ونردد معه، ما حكم هذا؟ مأجورين. التلبية للمحرم مشروعة متأكدة، وهي شعار المحرم ولهجه من حين يحرم، بالتوحيد، نلبي بالتوحيد ونفي الشرك لإخلاص العبادة لله عز وجل. يتنبه أنه يجب عليه أن يخلص هذا الحج وهذه العمرة لله، قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وكذلك سائر الأعمال يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. ولكن كل رجل يلبي لنفسه، كل محرم رجل أو امرأة يلبي لنفسه، لكن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فإنها تلبي سرا بقدر ما تسمع نفسها. والصوت الجماعي في التلبية أو في أسائر الأذكار هذا بدعة. نعم. له فقرة أخرى يقول: ما رأي الشيخ فضيلة حفظكم الله في الحج عن الحي؟ إذا كان عاجزا ولا يرجى زوال عذره، عاجزا عن حجة الإسلام، فريضة الإسلام، ولا يرجى زوال مرضه أو كبره أو هرمه، فإنه يوكل من يحج عنه، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام أولا. ما إذا كان قادرا على الحج بنفسه فلا يجوز له أن يوكل، لأن التوكيل إنما هو عن العاجز، وفي الفرض أيضا، في فرض الحج أو العمرة. نعم. الفقرة الأخيرة في رسالته فضيلة الشيخ يقول: الشخص الذي يسكن في مكة بجوار الحرم من أين يحرم؟ يحرم من الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة، يحرم من الحل من خارج الأميال، هذا إذا كان إحرامه للعمرة. ما إذا كان إحرامه بالحج فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، من بيته في داخل مكة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: هذا المقام متى بني؟ وهل يصلى خلفه؟ المقام ليس هو البناء، المقام هو الصخرة التي قام عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بناء الكعبة، وكانت ترتفع به تنخفض، فهذا هو المقام. ولكن هذا البناء جعل حماية لها، جعل حماية لها. وتفسير الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف، خرج إلى عند المقام وصلى عنده ركعتي الطواف، قرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكمة في يوم العيد ذهاب المرء من طريق ورجوعه من طريق آخر؟ وهل ورد هذا عن الرسول؟ هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لتشهد له البقاع التي يمر بها. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: إذا كان على شخص إطعام مساكين، فهل يجوز شراء أرخص نوع من أنواع الأرز والدجاج، كأن يقول لصاحب البقالة: أعطني أرخص نوع من الأرز عندكم والدجاج؟ قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والخبيث هو الردي، خبيث المراد به هنا الردي من الطعام وغيره، فيخرج من المتوسط، لا يلزمه الإخراج من الجيد ولا يجزيه الإخراج من الردي، وإنما يخرج من المتوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا أخرج من الجيد فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذا التعبير: هناك من الناس من يقول بأن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس بالأذان بصلاة الفريضة. الذي ينادي هو المؤذن، الذي ينادي هو المؤذن، والله أمر بذلك، أمر بالنداء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصوت هو صوت المؤذن، والداعي هو المؤذن بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل تأخير صلاة الجمعة وأيهما أفضل، التبكير للخطيب أم التأخر في الصلاة والخطبة، والضابط في ذلك؟ صلاة الجمعة تبدأ إذا زالت الشمس، وينبغي للخطيب أن يبادر لئلا يشق على الناس في الانتظار، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر فإن الخطيب
يدخل للخطبتين والصلاة ولا يشق على الناس في الانتظار والتأخر. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أخي كثيرا ما ينذر وقد تراكم عليه عدة من النذور، والآن هو يقول رجل فقير يقول لا أدري ماذا أعمل، مأجوري. عليه أن يسأل أهل العلم ولا يوكل من يسأل عنه، يسأل أهل العلم الذين عنده أو يكتب لدار الإفتاء في الرياض وينظرون في سؤاله. لكن هذه النذور لا يدرى ما نوعها ولا يدرى، قد يكون ليس فيها شيء ليس ولم تنعقد، فلا بد أنه يذكر نوع النذر ومتى يعني نذر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: شيخ، من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت، فهل تقبل منه؟ وما حكم بقية الصلوات التي يصليها في وقتها؟ الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا تقبل منه، لأنه أخرجها عن وقتها ولم يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد الفجر وغير الفجر. لكن لو غلبه النوم في بعض الأحيان من غير قصد فهذا يصلي متى ما زال عذره كالنوم، يصلي إذا أو نسيها يصليها إذا ذكر أو زال عذره، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. أما أنه يتعمد هذا ويقول سأصليها إذا قمت، الأمر ليس بيدك وليس لك فيه خير، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا تتصرف فيه حسب هواك ورغبتك، ولا تقبل صلاتك إذا تعمدت إخراجها عن وقتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للوقف ما هو شرطه؟ وهل يجوز نقل الوقف من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد؟ الوقف يشترط أن يكون على بر، كالصدقات والإنفاق على المساجد أو تعليم القرآن، كن على بر أو للمحتاجين والمساكين، هذا يكون الوقف على بر. نعم. نعم. يقول: نقله من مكان إلى مكان، هذا يرجع به إلى المحكمة الشرعية، تنظر في هل يسوغ نقله أو لا يسوغ نقله. جزاك الله خير شيخ. هذا الأخ السائل يقول: كيف يكون قضاء الصوم بالنسبة للمتوفى، وهل يجوز إطعام الفقراء بدل الصيام؟ ما ندري ما العذر في تركه الصوم قبل أن يموت، لكن إن كان ترك الصوم للمرض وتأخر بعدما شفي، تأخر عن القضاء حتى مات، هذا يعتبر مفرطا، فإذا صام عنه بعض أقاربه أو أحد من المسلمين فإن ذلك يجزيه، وإن أطعم عنه عن كل يوم مسكين هذا أيضا يجزيه، ولكن الصوم أفضل وأحوط. نعم. يقول هذا السائل: في بعض المساجد كتب لم يكتب عليها وقف، فهل يجوز أخذها والقراءة فيها؟ ما وضع في المسجد إلا لأنه وقف، لا يجوز إخراجه عن المسجد، فإذا أردت أن تقرأ فيه أقرأ أنت في المسجد ثم ضعه في مكانه. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عبارة العذر بالجهل ماذا تعني حفظكم الله؟ العذر بالجهل لا شك أنه مشروع إذا كان هذا الجهل يمكن أن يعذر به، أما إذا كان هذا الجهل يمكن زواله لكن الإنسان تساهل ولم يسأل ولم، فإنه يأثم بذلك. الجهل يعذر به ما لم يجد من يسأله ويزيل عنه الجهل، ما إذا كان يجد من يزيل الجهل عنه بسؤاله تعلم عليه أو يسمع في الإذاعة أو في وسائل الإعلام، يسمع المسائل والواجبات والفرائض والمحرمات ومع هذا يقول أنا جاهل، هذا ليس له عذر لأنه بلغته الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: سألني أخي يقول: كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له، والله عز وجل يقول في الآية الكريمة: ادعوني أستجب لكم. الإجابة لها شروط يا أخي، منها أن يدعو الله مخلصا له الدين، ما يكون في دعائه شرك واستغاثة بغير الله، لا بد أن يخلص الدعاء لله عز وجل، هذا شرط أساسي. كذلك يشترط أن يكون مطعمه من حلال وملبسه من حلال مشربه من حلال ويتغذى بالحلال، أما إذا كان يستعمل الحرام في مأكله ومشربه وملبسه فإنه لا يستجاب له، كما في حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب لذلك. كذلك من موانع الدعاء أن يدعو وهو غافل ذاهل عن الدعاء، يتلفظ به بلسانه ولا يستحضر ذلك بقلبه، في الحديث: لا يستجاب إذا دعوت ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من غافل لاهن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل
هذا الأخ السائل ويقول: شيخ، ما حكم الاستهزاء بالمتدين والتنقص من قيمته والحديث عنه؟ إن كان يستهزئ بدينه وتمسكه فهذا ردة عن الإسلام، ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا كان يستهزئ به لشخصه فقط لا لدينه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرجه من الإسلام. على كل حال الاستهزاء لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والله جل وعلا قال: ومنهم والذين يلمزون المتطوعين، قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فلا يجوز الاستهزاء بالمسلم، والمسلم له حرمة وله قيمة، وإنما يستهزئ بالمسلم المنافق الذي ليس له دين أو ناقص الدين، عنده نقص في دينه، تساهل في دينه، فهذا عليه خطر عظيم. المهم أن الإنسان يحفظ نفسه عن الاستهزاء بالناس عموما والاستهزاء بأهل الدين خصوصا. نعم. أحسن الله إليكم. أبو هشام يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحب الصيام ولكنني أسأل ما أفضل الصيام من الأيام الواردة، وما حكم تخصيص الخميس بالصيام فقط كل سنة؟ نعم، الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة. يستحب صيام 6 أيام من شهر شوال لمن صام رمضان، يستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، يستحب صيام يوم عرفة لغير واقف فيها، يستحب صيام يوم عاشورة وهكذا، يوم قبله أو يوم بعده، كل هذه أنواع من الصيام مستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة ثانية يقول: أنا أبيع وأشتري في محل الخضار والفواكه، وأرى ممن حولي يغشون في بيعهم وشرائهم، هل يلزمني أن أقوم بنصحهم؟ نعم، يلزمك أن تقوم بنصحهم. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد في أسفله بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر، يا رسول الله. قال: هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. دل هذا على الإنكار على الذي يغش الناس. وإذا تأكدت أنه يغش الناس ولم يقبل النصيحة فعليك أن تبلغ عنه، أن تبلغ عنه ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ أبو حسن يقول: عندي عمال في مزرعة وعددهم ما يقارب من 20 عامل، ورواتب هؤلاء العمال متواضعة، يقول: وعندي زكاة كثيرة، هل أعطيهم من الزكاة؟ إذا كانوا مسلمين وأعطيتهم لفقرهم فإن هذا طيب، هم من أهل الزكاة. أما إذا كنت تعطيهم لترغبهم في العمل عندك أو لتحسب ذلك من أجرتهم فهذا لا يجوز ولا يجزيك هذا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وقد أجاب عن أسئلتكم استفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.